راح يا شباب. الله يسلمك. يا مرحبا. كيف الحال؟ بسم الله. يلا حيوم. الله يسلمك. كيف حالكم؟ الله بخير. مساكم طيبين. خيرا وكنت. يا محمد. انت وشين؟ اي وشر؟ هذا شاي بارد حبيبي. هذا ما في بارد. غير شاي بارد. هذا ما في بارد ديس باجيندا، انا بسوي هذا جهدي دالحين. استغفر الله. خلاص غير يا شيخ. خلاص ما في مشكله. شغل التلفزيون بالله، طفش يا اخي. شغل التلفزيون شوي. شغل التلفزيون معكم. يلا خلنا نشوف ايش معهم دالحين برنامج. أعلنت صحيفة أجنبية في صباح اليوم أنها سوف تنشر غدا ما يسيء إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، متجاهلة مشاعر المسلمين وما قد يحدث من اضطرابات بسببه، ومدعية بأنها تفعل ذلك من باب حرية الرأي وتوضيح الحقيقة الغائبة عن الغرب. وكانت هناك محاولات من البعض لثنيها عما تفعل، ولكنها تقول أنها لا تأبه عما يحدث بما أنها تطرح الحقيقة. طيب ليه يسوون كذا؟ ولا ليه يظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم السوء؟ معقولة الصورة اللي وصلت لهم غير الصورة اللي وصلت لنا؟ يمكن يكون. يا أخي أنا أبغى أعرف شيء واحد بس، كيف تجروا؟ كيف تجروا أنهم يسبون رسول الرحمة ورسول الهدى؟ يقولون إيش؟ احترام أديان. المشكلة أنهم يطلبون احترام الأديان وهم يطبقون الشيء هذا أساسا. أي حقيقة يتحدثون عنها لتشويه صورة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألا يعرفون محمد؟ هذا محمد، محمد هو اللي ضحى بنفسه، ضحى بنفسه من أجل يخرج الناس من ضلالات الكفر والغي إلى دين الإسلام. زار اليهود عندما افتقد وزيد بن الشعر بيت، عفى عن أهل مكة مع أنهم طردوه وسبوه وحاولوا قتله. إيش هذا؟ ايش هذا ايزاج؟ ما بيسوي كده، هذا بيزاه ما بيزاه. يا اخي انا كثير اتكلم عن سب الرسول وان جالس تزعجني بصوتك. يا احمد هدي هدي هدي، خلوا العامل مسكين من حاله في باله. روح كمل شغلك. روح كمل شغلك. عجبك اللي سويته هذا الحين؟ يعني العامل اخطا ولازم يستاهل ما جاء. الحين ليش تدافع عنه؟ وحنا نزعل عشان محمد صلى الله عليه وسلم. انا ما قلت شيء، بس ايش؟ لا قل احمد اخطا، قلها. اي بالله انت مثلك مثل الناس اللي طلعوا متخاذلين، لا هم انكروا ولا هم عرضوا. ما تعرف رسولك انت؟ الا اعرفه. الله اكبر. الله اكبر. لا موسى، ايش فيك ما رددت في الاذان؟ شفت انك ما تتبع السنن؟ هو واجب؟ سمعت انها مهم وسويته. يا اخي هو سنه، والسنه سنه ما هي واجب يا اخي. يا اخي احنا اصلا ما خلانا نرجع 100 سنه ورا الا ان نتكلم ولا نطبق. خلاص خلونا من الموضوع هذا الحين، انا تعبت يا رجال. هيا نصلي ونتفاول خير. هيا يلا نصلي. طيب اسبقوني بلحقكم. طيب عندي شغل، اسبقوني بلحقكم. وش هنا؟ ادخل يا زهر، ادخل راح نتعلم. لا اله الا الله شريك له، له الملك وله الحمد. زهر هلا والله. انت ما صليت معنا صح؟ جاني ظرف مهم وانشغلت عنه وصليت في البيت، ما مداني اجي المسجد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايش بكم واقفين هنا يا شباب؟ لا انتظروا والدي يطلع من المصلى. انا شفته يتسنن، ما ادري شفته. ايوه شفته يتسنن. الله. طيب ليش ما تسننتوا انتم؟ يا اخي لين متى انا اعيد عليك الكلام؟ يا اخي سنه سنه عادي يا اخي. لا اتم تاركها يا اخي. سنه. ايوه امشي. وش اللي صار؟ وش اللي تغير؟ احمد اللي زعل واحتج على الاساءه للرسول صلى الله عليه وسلم، ويوسف
يوسف ما برر ولا خطأ من أخطاء صاحبه. طيب زاهر، زاهر اللي أنكر علي أني ما ردت معه في الأذان، الآن يترك الصلاة ولا أحد ينكر عليه؟ يعني صرنا نشوف أخطاء الآخرين ولا ننتبه لأخطائنا؟ يعني المنهج حق الرسول صلى الله عليه وسلم ما اتبعناه؟ ندعي الكمال ليه؟ ليه؟ ليه يا شباب ليه؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمرك في الزمان بديع، ولا معاملتكم مع العامل حق المقهى اللي لا تمت للدين ولا للإسلام بأي صلة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله ثم والله، والله ثم والله، لو اتبعنا سنته وأخذنا منهجه نقلنا حياته وأخلاقه بدون كلمة، كان نقلنا أخلاقه وحياته بدون كلمة، كان نقلنا أخلاقه وحياته بدون كلمة.